وحكم تغطية الوجه للمرأة تغطية الوجه للمرأة المسلمة واجب يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب وقد كان هذا هو الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم صح كتابين بعد كتاب الله عز وجل عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت لما رأيت صفوان بن معطل خمرت وجهي يعني غطيت وجهي هذه يدل على ان تغطية الوجه معروفة لدى نساء الصحابة. ثم إن الله عز وجل يقول: "ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن" يعني نهى الله تعالى المرأة أن تضرب برجلها فيسمع صوت الخلخال الذي في الرجل. فهل يعقل أن الشريعة تنهى عن مجرد ضرب الرجل وسماع لسماع صوت الخلخال وتبيح كشف الوجه الذي هو مجمع الزينة؟ وثم ان الخاطب اذا خطب امرأة يجوز له ان ينظر اليها، واعظم ما ينظر اليه هو الوجه، ولو كان المرأة يجوز لها ان تكشف وجهها، لم يكن هناك حاجة لأن ينظر الخاطب إلى مخطوبته، اذ ان وجهها مكشوف، ويستطيع ان يراها في اي مكان، تغطية المرأة لوجهها نقول انه واجب، يجب على المرأة ان تغطي وجهها، ولا تلتفت لمن يهون من شأن ذلك، فإن بعض الناس يهون من شأن الحجاب ويهون من شأن الواجبات الشرعيه وربما أتى بالخلاف في ذلك لأجل هذا التهوين. تغطية المرأة لوجهها عند جميع العلماء أنه من الفضائل، وأنه أمر مندوب إليه، وأن المرأة المسلمة تحمد عليه، لم يقل أحد من العلماء بأنه مكروه أو أنه غير مندوب إليه، عند جميع العلماء في جميع الأمصار والأعصار أنه من الفضائل وأنه وأن المرأة أه تحمد عليه. لكن يعني هل هو واجب او او انه مستحب القول الراجح والقول الصحيح عند المحققين من اهل العلم انه واجب وان هذا كان هو المعهود لدى نساء الصحابه والتابعين